WNZK has available a few good hours of airtime for a few good programs to serve their communities. Radio is better than ever in targeting an audience that listens to what you say. Learn more about this exciting radio broadcasting opportunity by calling WNZK Radio at 248-557-3500. We are WNZK, Dearborn Heights, Detroit, your ethnic superstation at 690 days, 680 nights. مراسلون برنامج إخباري استقصائي وتحليلي نتناول فيه قضايا تهمكم على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي من عدة عواصم حول العالم بأصواتكم أنتم وآرائكم. انتظروني أنا مروى مقبول في مراسلون. مراسلون، الخبر منكم وإليكم. صباح الخير مستمعينا في كل مكان في شمال أمريكا والعالم العربي. تحية طيبة لكم من القاهرة، معكم أنا مروى مقبول. يسعدني أن أكون معكم اليوم في حلقة جديدة من مراسلون، نقدم لكم فيها تغطية تحليلية للأخبار والأحداث التي تهمكم. ولكن في بداية الأمر دعوني أستعرض معكم بعض المحاور التي سنناقشها اليوم مع ضيوف مراسلون. بداية من أمريكا وتكرار حوادث إطلاق النار الجماعي ومراجعة التشريعات المتعلقة بحيازة الأسلحة، الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية وأبعادها الاجتماعية، السياحة في الإمارات العربية المتحدة وإطلاق أطول زيبلاين في العالم، وأخيرا الحرب ضد الإرهاب في مصر والتي تتصدى لها الأجهزة الأمنية بقوة. ولا زال لدينا المزيد من التقارير التي يقدمها مراسلون من مختلف الدول العربية. يسعدني مستمعينا أن أبدأ الحوار من أمريكا مع ضيفي العزيز دكتور عبد المجيد قطرنجي، الخبير والمحلل السياسي، ولكن بعد الفاصل. مستمعينا، هناك دولة واحدة في العالم تمنح لمواطنيها حق الاحتفاظ وحمل السلاح دون التقيد بأن يكون الشخص عسكريا أو مرتبطا بالجيش، هي الولايات المتحدة الأمريكية. الدستور الأمريكي يقر حق امتلاك السلاح من مبدأ الدفاع عن النفس، إلا أن تزايد أعمال العنف التي خلفتها الحوادث الفردية لإطلاق النار الجماعي في أمريكا جعلت الأصوات تتعالى لوضع حد لهذا العنف ومراجعة التشريعات الخاصة بحيازة الأسلحة. وفي هذا السياق يسعدني أن ينضم إلينا من أمريكا الدكتور عبد المجيد قطرنجي، الخبير والمحلل السياسي. أرحب بك دكتور. شكرا كثير، مرحبا. دكتور عبد المجيد، لا يعتبر حادث إطلاق النار الجماعي في لاس فيغاس هو الأول، ولكنه الأسوأ على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، فإلى مدى يعود تكرار مثل تلك الحوادث؟ والله بس سامحوني لأنه بجوز لغتي بالعربي بيكون ضعيفة بشان أشرح بعض النقاط من طرف هالموضوع. بأمريكا هو بلا شك الواحد بيحسن كتير ليلاقي هيك إطلاق نار بيصير والأثر اللي بيصير على العوائل. دكتور كاترونجي، وفقا للإحصاءات صادرة من مكتب FBI الأمريكي، فقد تم إصدار تراخيص لأسلحة تمثل نصف عدد الأسلحة حول العالم ويحملها مواطنون مدنيون، فكيف تقرأ هذا المشهد وخصوصا أن هذا لا يحدث في أكثر المناطق التي تعاني من عدم استقرار أمني على سبيل المثال؟ هلا هو بأمريكا هاد يعني بيعتبر مبدأ أو حق مهم كتير للإنسان أنه يقدر يكون عنده حق يحمل سلاح بأمريكا. هي إلى سبب أساسي أنه حمل سلاح للمواطن مو بس فقط الحماية للإنسان من واحد بده يظلمه، واحد بده يعذبه، يسرق منه، يقتله كذا، بس هي كمان مثل ما بيقولوا علامة للدولة أنه المواطن كمان له حق، حقوق بيقدر بيحميها بنفسه. He's got rights to protect
فالجن اونرشيب ان واحد بيقدر يملك ملكي السلاح. الأسلحة، يعني هل تعتقد أن حمل السلاح هو قوة؟ يعني عندما هو يمتلك للدفاع عن نفسه المواطن وبس. هو المدني السلاح فهو بالنسبة له يعني بيكون قوة دفاعية ليه؟ مو بس ضد انسان بده يعتدي عليه، بس كمان حتى ضد الحكومه اذا اعتدت عليه. It's considered an act of vigilance. يعني انه it's a check and balance between the citizens and its government. فمهم كثير انه الناس تعرف انه هي من ضمن ال it's an essential part of the concept of liberty بامريكا. فكره الحريه اللي موجوده بامريكا انه الانسان له هالحريه انه يقدر يدافع عن نفسه، لأنه هنا بيقولوا this is a government for the people, of the people, by the people. فإنه هل إنسان عنده هل حق يدافع إذا الحكومة نسيت مسؤوليتها من الناحية، فهي بتتسلح. يعني ما هي من ناحية إنه هلأ الناس كلها جيوش بأمريكا عم تمشي، بس this is a fundamental concept of liberty بأمريكا. And it's very difficult إنه واحد يفصل هالحق عن المشاكل اللي عم تصير بالمجتمع الأمريكي. لكن الحوادث تكررت بشكل يعني بيتحول إلى أكثر مأساوية، it's a tragedy، يعني مأساة بكل الطرق. يعني ومؤخرا كمان أصبح في المدارس في الجامعات يتم استخدام الأسلحة بطريقة خطأ، والسلاح في يد المدنيين بما انه حق مكتسب وفقا للدستور، لكن بيتم اساءه استخدامه في اليد الخاطئه. الا تعتقد معي انه يجب ان يكون في بعض التشريعات او تعديل بعض التشريعات بالنسبه لبعض الافراد ان هم يعني بما يتعلق بحمل السلاح؟ بلا شك. هلا نحن انه واحد يكون عنده حق لشغله وواحد يكون عنده مسؤوليه لشغله مثل حمل السلاح ما بنقدر نفصلهم عن بعض. نحن إذا واحد بده يطلع على كثير من المجازر اللي حدثت بأمريكا من طرف السلاح والأشياء مثل اللي صار بالمدرسة أو بحالات قبل ذلك، كثير من الأحيان إنه كان الإنسان اللي حامل السلاح حاملها غير شرعي. يعني حتى ضمن القوانين، هلا نفرض إذا بدك تاخذي بأمريكا بالمشاكل اللي عم تصير من اللي عم يحملوا سلاح أو مسدسات، هي مو سلاح، يعني ما هي رشاشات، هي ناس عم تحمل يا اما هاي باورد رايفلز بارودات قويه او عم تحمل سامي ارمال، يعني هاندز، ما هي انه الناس عم تحمل مشين جانز وبزوكا وهيك. هالشغلات العسكريه ممنوعه قطعا بامريكا انه واحد يحملها. لكن الأسلحة الأكثر انتشارا هي بالفعل يعني كما قلت هي البنادق والمسدسات، لكن بيتم بها ارتكاب مجازر. يعني مؤخرا أكثر من 50 ضحية يعني وقعت في لاس فيغاس وحدها، ومؤخرا في مدرسة تم العثور على طالبين معهم كيلست لزملائهم وقبض عليهم ومعهم المسدسات الخاصة بأمهاتهم. يعني there's no question. هلا معناتها يعني في اهالي، يعني هلا شو يعني just so the audience يعرف او اللي عم بيسوى، انا عندي gun license و I have a carry concealed weapon permit و شو اسمه وعندي مسدسات، بس لبين ما قدرت اوصل لهالمرحله اخذوا بصمات ايدي، كنت لازم اخذ كورسات مشان اتعلم استخدام السلاح. I have to get a license، لازم جدد اللايسنس، كل مسدس لازم سجلها مع الحكومة. فمو هي شغلة انه بس بقدر اروح مثل لبقالية وروح اشتري مسدس، it's not that simple. هو من المشكلة مثل ما انت تفضلتي، بس الولايات اللي عندنا بامريكا وين اصعب شيء واحد يقدر يملك مسدسات عادة اكثر نسبة من الجن كرايمز. نحن عندك المجازر هو الكثير اللي عم تعمل الاخبار، بس يوميا نحن عندنا ناس عم تنقتل من مسدسات او اطلاق نار بين بعضها بجرائم ترتكبها. بس أكثر نسبة من الناس اللي بتستخدم السلاح لتأذي شيء، هي عادة الناس عم تستخدم المسدسات لتأذي حالة، يعني بكمت سوسايد. هالمجازر اللي بتوصل للمراسلين، بس يوميا نحن عنا الموضوع أنه كيف نحن بنقدر نوازن بين حق الإنسان، لأنه هي موجودة بالكونستيتوشن تبعيتنا. يعني مثل ما بيقولوا جزئية من معنى الإنسان الأمريكي. It's part of our American definition. وكيف واحد يعني بيعمل يوازن بين هالحق وكمان بين مسؤولية إنه يقدر يحمل هالسلاح. و this is
I think a long challenge. بس إنه إذا واحد بس شال السلاح هي بدها تقيمها جاهزة. نحن هلأ نعرف إنه الناس عم تبدأ تأذي بعضها بسموم بأشياء أخرى يعني غير السلاح بتفجيرات يعني. مدام الفكر موجود فممكن نأذي بعض فعلا بأشياء أخرى مش سلاح فقط. تمام. يعني تمام. وبعدين في أمريكان يعني Americans on the right يعني ما بيسموه يعني هو بيسموه عادة الكونسرفيتيف. واحد يتفاجأ انه بده يلاقي انه اللي بيحمل السلاح بامريكا ما هو من فقط حزب سياسي واحد او من طبقه واحده. بتقدر تلاقي اللي حامل السلاح بامريكا من عده طبقات من عده مستويات ومن عده احزاب سياسيه. انه كل ما بده يصير حادثه معناتها خلينا نشيل السيارات او خلينا نشيل بعض الاكل او خلينا نشيل بعض المعدات لتنظيف المطبخ لانه واحد بيقدر يسلحها ويجي يعمل قنبله من وراها. من الطرف اليسار دائما النقاش انه طيب what point in time do we say stop انه ثمن حياة الانسان اكثر بكثير من حق الانسان انه يقدر يحمل السلاح. فهذا النقاش ما له حل يعني بليلة واحدة او بنهار واحد نقدر نحله بامريكا وما بعتقد راح ينحل بالاخر لانه حتى United States عندها gun بنسبة عالية بس الناس تنسى انه بفرنسا لكل 100 مواطن 30 واحد حامل السلاح. بكندا أو في يعني في guns per 100 resident بكندا 30 gun per 100 resident بالنمسا 30 بالألمانيا 30. فنحن مو إنه نحن الدولة الوحيدة إنه عنا هالسلاح بس نحن الدولة الوحيدة اللي عندها أكبر نسبة هالمسدسات أو هالسلاح اللي عم يحملوها الناس المواطنين ضد العالم. بس ما نحن الدولة الوحيدة الدولة الحرة اللي بنعطي الحقوق للإنسان إنه يحمل السلاح. في نهاية حواري معك دكتور عبد المجيد قطرنجي كنت معي من أمريكا الخبير والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك. شكرا. منظمة رحمة للإغاثة تعمل بجد وتفان بهدف خدمة الإنسانية خصوصا في المناطق المنكوبة بسبب الأوضاع في سوريا وتعمل أيضا في دول الجوار التي تستقبل اللاجئين السوريين وتقدم خدماتها الإنسانية للجميع دون أي تمييز. للتواصل مع المنظمة الهاتف رقم 248-990-4247 أو الموقع الإلكتروني rahmarelief.org. Are you ready to go back to get that degree you've always wanted? Is there a young person in your life looking for the right college? Are you ready to transfer to a four-year institution? We'll take a look at today's Marygrove College, a tradition of academic excellence right here, right now in the city of Detroit. Classes start September 5th. There's still time to apply for fall and get scholarships. Don't pass up this opportunity. Marygrove.edu. Ahlan bikum fi Marygrove College. New concept products and design. بإدارة نجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ اتصل بناجي عبود على الرقم 734-744-9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدفع؟ اتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734-744-9796. خصم 5% عند الشراء ب75,000 أو أكثر على كافة المواد. لمزيد من المعلومات زوروا موقعهم الإلكتروني على www.newconceptproducts.com أو زوروهم في موقعهم الجديد 31185 Schoolcraft in Livonia. ناجي عبود، العلامة المميزة في عالم المطابخ. تابعوني أنا فاطمة الجمالي في برنامج مراسلون وتقرير جديد من تونس. تابعوني أنا عاطف حسن وتقرير جديد لبرنامج مراسلون من القاهرة. انتظروني أنا رامي الحسين ومراسلون وتقرير جديد كل شهر من هولندا. تابعوني أنا سامر لواء الأمانة في برنامج مراسلون وتقرير جديد من الإمارات. تابعوني أنا ياسين قالم في برنامج مراسلون وتقرير جديد من الجزائر. تابعوني أنا رفعت عبيد وتقرير جديد لبرنامج مراسلون من نيويورك.
تابعوني أنا علاء الدين عرنوس في برنامج مراسلون من الداخل السوري. رؤية 2030 لإصلاح الاقتصاد السعودي بعد انهيار أسعار النفط تعتبر مؤشر على تحولات أكبر ستطرح تحديات جديدة على المجتمع السعودي في تطلعاته سواء الاقتصادية أو السياسية. فمملكة تسعى إلى تكوين قوة استثمارية كبيرة بالموازاة مع إنهاء اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد. وهناك من يذهب أبعد من ذلك ويرى أن هذا التحول قد يتجاوز المستويات الاقتصادية ليشمل أبعادا اجتماعية أيضا. فبداية التغيرات الاجتماعية كان من خلال السماح للمرأة بقيادة السيارة دون الحاجة إلى إذن وليها أو حتى وجود محرم معها في السيارة أثناء القيادة، وسبقه السماح للمرأة بالمشاركة في الاحتفالات باليوم الوطني، وهو ما أثار اعتراضات من قبل قطاعات غير قليلة في المجتمع السعودي. وتكررت هذه الاعتراضات بالنسبة لقرار السماح للسعوديات بقيادة السيارة، إذ انتشر هاشتاج الشعب يرفض قيادة المرأة على تويتر الذي عبر من خلاله كثيرون عن رفضهم لهذا القرار. كما انتشر هاشتاج آخر ستقودي ولن تعودي اعتراضا على هذا التغيير وتحذيرا من عواقبه. ويعتبر البعض وليس بقليل أن مثل هذه التغيرات المتسارعة تفتح أبواب الفساد والشرور في المجتمع الذي طالما اتسم بأنه مجتمع محافظ. وحول هذا الموضوع نستمع معكم لتقرير الزميلة حصاد راشد. تشهد المملكة العربية السعودية الآن عهد جديد من التغيرات السياسية والاجتماعية التي أحدثتها موجة القرارات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي، والتي ركزت على أهمية المحافظة على نمو القطاع غير النفطي الذي يشكل القطاع الخاص فيه الجزء الأكبر، بالإضافة إلى الاعتماد عليه أيضا في توظيف العمالة الوطنية خلال الفترة المقبلة التي قد تصل خلال 5 أعوام مقبلة نحو 1,000,000 طالب وطالبة عمل، وأهمية توسيع خيارات توظيف المرأة السعودية لما له من أهمية في رفع مستوى الدخل بالنسبة للأسر ودوره في رفع مستوى الإنفاق الاستهلاكي الخاص الذي سينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي. هناك آراء داخل المملكة تتجه إلى أن هذه الإصلاحات الاقتصادية ستجد آفاقا واسعة لاعتماد أنسب الخيارات المتوافقة مع الأهداف المرجوة ودون الإخلال بأي منظومة عمل، وأن العامل الأهم هنا هو التدرج والتركيز على إعطاء الاقتصاد وقتا أطول لامتصاص أثار تلك الإصلاحات والتكيف معها، وهو الأمر الممكن توفيره بالنسبة للاقتصاد الوطني، وهو أيضا الخيار الذي سيكون له دور في المحافظة على استقرار الاقتصاد وتجنيبه التعرض لصدمات هو في غنى تام عنها وبما لا يؤثر فيه سلبا على الناحية الاجتماعية، وذلك من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030. لذا تطمح السعودية بالتوازي مع الخطط الإصلاحية على المستوى الاقتصادي إلى أحداث تحول اجتماعي بهدف التصدي للعدد من الظواهر السلبية في المجتمع السعودي. فرغم استئثار إصلاح رؤية السعودية 2030 الرامية إلى خفض الاعتماد على عائدات النفط وتعزيز دور القطاع الخاص، فإن بعض أهم التغيرات المرتقبة في السعودية ستكون تمكين الشباب السعودي وتلبية احتياجاته وما يتطلعون إليه من طموحات، وتسهيل انخراطه في القطاع الخاص من الركائز الهامة التي يعتمد عليها نجاح تلك الرؤية، بالإضافة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي من 22% إلى 30%. إن واقع هذه الإصلاحات يسعى إلى توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للمواطنين وتطوير خيارات حياتهم اليوم ومستقبلا وضمان توسيع تلك الخيارات في المستقبل أمام الأجيال القادمة بما يتوافق مع التطلعات المشروعة والطموحة للمجتمع السعودي. لصوت العرب من أمريكا، حصب الراشد، واشنطن العاصمة. وفي هذا السياق يسعدنا أن ينضم إلينا من المملكة العربية السعودية الأستاذ علي قاسم، الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ علي. أهلا بك يا رسالة، حياكم الله. أرحب بك في البداية، وأود أن أسألك كيف تقرأ المشهد السعودي في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة؟
الحقيقة المشهد في المملكة العربية السعودية وكما تفضلت أنت أنه يشهد ويرصد فيه تطورات متلاحقة وقفزات نوعية. لعلي في البداية هنا أشير إلى جزئية من ديباجة الرؤية التي هي رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي أشارت بأنه من غير المعقول أن تظل المملكة العربية السعودية واقتصادها مرهون بعقلية السبعينات من القرن المنصرم فيما يشهد العالم، وتحديدا ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وما بعد الانفجار المعلوماتي، يشهد قفزات نوعية في مجالات الاستثمار وفي مجالات التجارة وفي مجالات الاقتصادية بشكل عام، يشهد قفزات تعتبر قوية جدا يجب اللحاق بها. من هذا المنطلق الدولة كما جاء في بيانات مجلس الوزراء يعني وافقت على هذه الرؤية كرؤية عريضة جدا لفك الارتباط ما بين الاقتصاد السعودي والنفط. وعليه فهنا، وإذا ما أردنا نتوقف عند هذه الرؤية تحديدا وارتباط العلاقة ما بين التغيرات الاجتماعية والثقافية والجوانب الاقتصادية، فنحن قد نلج في الجدل الماركسي فيما يتعلق بتأثير الجوانب المادية على الحياة الثقافية والاقتصادية، وهذا لا شك بأنه مسلم به. المجتمع السعودي كان يعرف الجميع بأنه مجتمع قبلي، مجتمع متدين، مجتمع محافظ، بالتالي التغيرات كانت فيه تغيرات تعتبر بطيئة جدا جدا جدا. لعلي أنا هنا أسجل فيما يتعلق تحديدا بقيادة المرأة للسيارة على سبيل المثال. هذا القرار الكل يعتقد بأنه مفاجئ، وفي الحقيقة هو لم يكن مفاجئا، وإنما المجتمع السعودي تمرحل في هذا إلى أن وصل لهذا القرار. فكلنا يتذكر المجموعة النسائية التي قادت السيارات في شوارع العاصمة الرياض خلال التسعينات، بداية عقد التسعينات من القرن الماضي. لا شك في مثل هذه اللحظة كانت مثل هذا التصرف، مثل هذه الممارسة كانت صادمة للمجتمع سعودي متدين ومحافظ ذو أنساق قبلية شديدة الخصوصية وشديدة المحافظة. فهنا كان صادما، ولكن كان أولئك النسوة هم من علقوا الجرس وهم من قدموا الخطوة الأولى على هذا الصعيد. وبعد الصدمة دخلنا في مرحلة أخرى، وهي أن التيار الإسلامي نفسه انقسم حول جواز هذه الخطوة من عدمها، وأصبح هناك تيار إسلامي كبير جدا يقول بجوازها وإباحتها وأنها غير محرمة وأنها. وقفنا بعد ذلك عند نقطة واحدة فقط، وهي ما يسمى أصوليا بسد الذريعة. هذه كانت الحقيقة أيضا من السهل تجاوزها بعد أن أصبح المجتمع مهيئا فكريا ومهيئا نفسيا ومهيئا اجتماعيا ومهيئا اقتصاديا. لا شك بأن الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي والعملي للمجتمع السعودي لم يكن هو كما كان في التسعينات أو ما كان في السبعينات، أصبح الآن مختلفا تماما عما كان عليه في تلك الفترة. أستاذ علي، كنت أود أن أسألك، أن المجتمع السعودي يعتبر شابا إلى حد كبير، أكثر من 50% من السعوديين هم من دون سن 25، فهل تعتقد أن الجيل الجديد سيفتح المجال أمام المزيد من الإصلاحات داخل المجتمع السعودي، أم سيكون هذا بمثابة عقبة أمام تنفيذ مثل هذه الإصلاحات كما حدث ورفض الشباب السماح للمرأة السعودية بالنزول إلى الشارع وقيادة السيارة وحتى على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي كما تم الإشارة به من قبل في التقرير؟ الحقيقة أنا لعلي أختلف معك في هذه النقطة. قد لا يكون هناك رفض، عندما نطلق مصطلح الرفض بعمومياته فالشباب السعودي لم يرفض بعمومياته قيادة المرأة للسيارة، وإنما هناك تيار معين رفض مثل هذه
الخطوة، وهذا شيء طبيعي جدا. قد ينقسم أي مجتمع نحو أي تطور اجتماعي، وشكل تطورا اجتماعيا قيادة المرأة للسيارة شكل تطورا في المجتمع السعودي، أو قفز في المجتمع السعودي فيما يتعلق بحقوق المرأة كما يعني يصور إعلاميا. وهذا الحقيقة يعني يحسب الحقيقة للملك سلمان الذي دشن مرحلة شبابية كبيرة جدا. لعلكم لو نظرتوا إلى نظرة بانورامية في المشهد السعودي ستجدون بأن كثير من الشباب هم من يتولون القيادة الآن. نظرة إلى مجلس الوزراء، الحكومة، الهيكل البنيوي للحكومة، ستجدون أن هناك عدد كبير جدا من الشباب تم تعيينهم في منصب وزاري. كذلك فيما يتعلق بالالتفات الكبير والقوي جدا صوب الأفكار الريادية، ومن من مصدر هذه الأفكار الريادية هم الشباب. هنا لعلي الحقيقة أتحدث عن نقطة جدا جوهرية فيما يتعلق بالتغير الكبير في العقل الجمعي في المملكة العربية السعودية. وهنا نتوقف جليا أو نتوقف بصدق مع مشروع أو ما يسمى برنامج خادم الحرمين الشريفين للإرتعاش الذي أسسه المغفور له الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز. هذا البرنامج أحدث نقلة اجتماعية وثقافية في المجتمع السعودي، حيث كما تعرفون هناك مئات الألوف يعني تم ارتعاشهم من الشباب إلى خارج المملكة، حيث عادوا بقيم مختلفة، عادوا بعد أن اكتشفوا ذواتهم، بعد أن أصبح لديهم تقبل للآخر. فنحن أمام الحقيقة تغير ثقافي كبير جدا في المجتمع السعودي. فبالتالي أنا قد أختلف معك فيما يتعلق بأن الشباب لن يكونوا أبدا عائق أمام الإصلاحات، وقد تشهدون كذلك خلال لن نقول الأيام القادمة وإنما خلال المرحلة القادمة قد تشهدون بمشيئة الله تعالى أخبارا تؤكد مثل هذا الكلام وتؤكد رهاني على أن المجتمع السعودي فعلا خطط طريقه نحو الأمام، وأنه يعني مجتمع لا يختلف تماما عن أي مجتمع إنساني آخر. هو فعلا قابل للتطور وهو متطور وهو يسير في خطى ثابتة نحو آفاق تطورية أخرى. أكيد أستاذ علي، هل تعتقد أن هذا هؤلاء الشباب الذين تم ابتعاثهم إلى الخارج وعادوا إلى المملكة بفكر جديد وثقافة جديدة، هل ممكن هم يتوافقوا أو يقدروا أن هم يغيروا ثقافة أو نظرة المجتمع السعودي للتعليم المهني والوظائف المهنية، وخصوصا أن رؤية 2030 تدعو إلى زيادة في معدلات الالتحاق بالتدريب المهني يصل إلى 104 ألف طالب مسجل في الوقت الحالي، وزيادة هذا المعدل إلى 950 ألف طالب بحلول 2030. هل تعتقد أن هؤلاء الشباب قادرين على تغيير نظرة المجتمع السعودي للتعليم المهني تطبيقا للمنظور الصناعي لهذه الرؤية، في ظل طبعا النظرة الدولية للعمل المهني وعزوف السعوديين عن امتهان مثل هذه الحرف؟ صحيح، أنا أستاذة الكريمة، أنا حقيقة هناك يعني البعض ما زال ينظر للمجتمع السعودي على أنه ذلك المجتمع الذي ما زال بعاداته وما زال بقيمه التي ما كانت في الثمانينات وفي التسعينات. نحن الآن أمام مرحلة جديدة ومختلفة تماما. الآن الكل يعمل في أغلب المجالات. طبعا شاهدنا الشباب السعودي وهو في الفود تراك مثلا على سبيل المثال يبيع ويشتري من المأكولات، وهناك شباب مبادر تماما في هذا الجانب. كانت قبل فترة كانت مثل هذه المهن وكانت مثل هذه الأشياء كانت محصورة على فئة من الوافدين الذين جاءوا إلى المملكة العربية السعودية، لكن الآن لا، هناك عدد كبير جدا من الشباب بدأوا هم
من يشتغلوا في مهن كثيرة منها أصبحت الآن على سبيل المثال لدينا في المولات العمل في البيع وفي المحلات أصبح حكرا على السعوديين خاصة فيما يتعلق بالمولات. تعود القطاع الاتصال، تعود القطاع بيع الذهب، هذه كلها الحقيقة بدأت تدريجيا. تعود قطاع النقل فيما يتعلق بالموزينات وسيارات الأجرة أو فكلها الحقيقة أصبحت كثيرا من الشباب الآن كثير من الشباب. ولعلي أنا أحكي لك حكاية، أنا كنت قبل يومين في أحد الشركات السيارات وكان عندي دورة أو عفوا تشييك دوري على السيارة. كان كل من كان استقبلني في الشركة كانوا كلهم من الشباب، من قام بالفحص من قام باستقبال السيارة كان كلهم من الشباب السعود. فعلا الآن نحن أمام تغيرات كبيرة جدا 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 وتغيرات جذرية، والشاب السعودي يقدم نفسه الحقيقة بأنه فرس الرهان، وقد يكون كذلك فعلا هو فرس الرهان وفرس الرهان الرابح في هذا المجال في مجال العمل. كل أيضا وإن كان الآن في الرؤية تحديدا يتم التركيز على المبادرات والأفكار الخلاقة والأفكار الريادية، فهناك كثير من الحواضن المؤسساتية لهذه الأفكار حتى في مجال الحرف والأسر المنتجة. كثير من السيدات السعوديات الآن انتقلوا من إطار الأسر المنتجة إلى إطار التصنيع والتصدير حتى إلى أسواق وإلى الأسواق المحلية طبعا. واضح بالفعل أستاذ علي أن التغيرات بالفعل الاقتصادية والإصلاحات الاقتصادية التي تحدث في السعودية أيضا أثرت في داخل نسيج المجتمع السعودي. وفي النهاية أستاذ علي نتمنى كل الخير في الخطوات القادمة في السعودية، وأتمنى أيضا لك كل الخير زميلي علي القاسم الصحفي والمحلل السياسي من المملكة العربية السعودية. شكرا لك. شكرا لك. مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية في مدينة ساوثفيلد في ولاية ميشيغان، المؤسسة الرائدة في العمل الإغاثي والإنساني. مؤسسة الحياة ومنذ 20 سنة تقدم العون للفقراء والمحتاجين والمتضررين بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب في شتى أنحاء العالم. كما تقوم مؤسسة الحياة بكفالة الأيتام والعوائل الفقيرة وحفر آبار المياه في مناطق الحاجة، وأيضا تقوم مؤسسة الحياة بتزويد المشافي والمستوصفات الصحية بالأدوية والمعدات الطبية وإنشاء مدارس وعيادات طبية في أقطار عديدة من العالم. مؤسسة الحياة مرخصة للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية وجميع التبرعات معفاة من الضرائب. اتصلوا بمؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية على رقم الهاتف المجاني 1-800-827-3543 أو زوروا موقعهم الإلكتروني على www.lifeusa.org. عيلة عريقة بترويها منتجات أصلية جودتها بتشهد إلها إلها وكبرت معنا كل بيوت تلاقيها العيلة وجيراني وأهلي ما بدوروا إلا عليها لأنه زياد يا جدي بتجيب المنتج بلدي بلدي أتذكر أصالة وعراقة بلدي أجود المنتجات الغذائية من عائلتنا إلى عائلتكم. تابعوني أنا فاطمة الجمالي في برنامج مراسلون وتقرير جديد من تونس. تابعوني أنا عاطف حسن وتقرير جديد لبرنامج مراسلون من القاهرة. انتظروني أنا رامي الحسين ومراسلون وتقرير جديد كل شهر
من هولندا. تابعوني أنا سامر لواء الأمانة في برنامج مراسلون وتقرير جديد من الإمارات. تابعوني أنا ياسين قالم في برنامج مراسلون وتقرير جديد من الجزائر. تابعوني أنا رفعت عبيد وتقرير جديد لبرنامج مراسلون من نيويورك. تابعوني أنا علاء الدين عرنوس في برنامج مراسلون من الداخل السوري. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا، لازلنا معكم نسلط الضوء على بعض الأحداث في الساحة العربية، وهذه المرة ننتقل معكم إلى الإمارات. فلقد اعتدنا من دولة الإمارات العربية المتحدة على التميز وتقديم كل ما هو جديد ومبتكر في مختلف المجالات. ففي السنوات الأخيرة اهتمت الإمارات اهتماما كبيرا بالقطاع السياحي من خلال تطوير بنية تحتية متطورة ومرافق تلبي متطلبات السياح الأجانب، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات في القطاع الفندقي والنقل المريح، فضلا عن إقامة الفعاليات والمهرجانات التي كان لها دور واضح في استقطاب السياح من شتى أنحاء العالم. وتعتبر الإمارات الدولة الأكثر جذبا للسياح على الصعيد العربي، حيث يصل عدد السياح الوافدين إلى الدولة 15 مليون سائح. وتستمر مجهودات الدولة في دعم الوجهات السياحية وتوفير نوع مختلف من التجارب يعمل بشكل متكامل مع ما تقدمه كل مدينة على حدة. ففي ديسمبر القادم سيتم افتتاح أطول زيبلاين في العالم، وذلك في إمارة رأس الخيمة، وسيكون هذا الزيبلاين واحدا من نشاطات متعددة ستوفرها هذه الإمارة الجبلية. وللتعرف على المزيد أود أن أرحب بضيفتي من الإمارات الإعلامية فاطمة الجمالي. أهلا بك يا فاطمة. أهلا بك مروة، وصباح الخير لكل المستمعين. فاطمة، ما هو الدور الذي تلعبه السياحة في الاقتصاد الإماراتي بشكل عام؟ مثل ما ذكرت أن دولة الإمارات في السنوات الأخيرة اهتمت كثيرا بالقطاع السياحي من خلال مثل ما ذكرت أيضا بنية تحتية متطورة ومرافق يعني للسياح الأجانب وارتفاع مستوى الخدمات في القطاع الفندقي والنقل المريح سواء برا بحرا أو جوا. لا تنسى أنه في الإمارات هناك أهم ناقلتين جويتين في العالم، الاتحاد وطيران الإمارات. أنت قلتي أنه 15 مليون سائح سنويا، ولكن في 2016 وحدها عنا 17.67 مليون سائح. ويعني الدولة أصبحت تعتمد بشكل كبير على السياحة كواحد من أهم القطاعات غير النفطية في البلد، وتعد يعني حاليا من أكثر 10 وجهات سياحية نموا في العالم وفق منظمة السياحة العالمية. قلت لك نجد 17.67 مليون سائح سنة 2016 في إجمالي عائدات تصل إلى 70.5 مليار دولار، أي ما يعادل 70.5 مليار درهم، ما يعادل 19.2 مليون دولار. طبعا هذا بحسب مؤسسة بزنس مونيتور انترناشونال الأبحاث. ومن المتوقع أن ترتفع عائدات القطاع السياحي بنهاية 2017 إلى 80.3 مليار درهم بنمو قدره 14%، وسيتوصل الارتفاع والنمو إلى 91.1 مليار درهم سنة 2018 بنمو قدره 19.5، ولتصل سنة 2019 إلى 102.7 مليار درهم وفقا للتوقعات. أيضا كلنا في انتظار سنة 2020 إلى 113.9 مليار درهم بنسبة نمو قدرها 10.9 مليار درهم. يعني أرقام فعلا تصدمنا. أرقام طبعا يعني أرقام مهمة جدا. فاطمة، اعتدنا على أن الوجهة الرئيسية للسياحة في دولة الإمارات هي دبي، لكن الواضح أن الآن يوجد إمارة أخرى تدخل المنافسة، هي إمارة رأس الخيمة بتجربة سياحية جديدة وفريدة من نوعها أيضا في الوطن العربي. نريد أن نعرف المزيد عن طبيعة تلك الإمارة وعن هذه التجربة على وجه الخصوص. هو في الواقع هناك تنوع اقتصادي أو تنويع اقتصادي الذي يمكن اعتباره نقطة قوة الإمارات. فحتى السياحة يعني تعودنا على رفاهية السياحة، كل ما هو جديد ومتطور في دبي.
تسوق وما إلى ذلك. لكن كما أيضا إمارة أبو ظبي تعتمد السياحة التراثية والثقافية، وأيضا إمارة الشارقة تعتمد على التراث والتاريخ والثقافة. الآن نتحدث على المسار الانزلاقي أو الزيبلاين، يعني وهو سيكون يعني حدث مميز إن شاء الله بنهاية ديسمبر 2017 سيدخل حيز العمل. سيكون عبر جبل جيسي، هو أعلى الجبال في الإمارات. سيكون واحد من النشاطات المتعددة التي ستوفرها الإمارة الجبلية إن صح التعبير، لأنه تعودنا أنه الزيبلاين في كل مكان بيكون بين نطيحات السحاب. هون سيكون مميز لأنه سيكون في الطبيعة بين الجبال وتحته وديان، فستكون تجربة فعلا مميزة. وكما قلت سابقا تسعى الدولة إلى التنوية في يعني اعتبار السياحة نقطة مهمة من الاقتصاد. أكيد فاطمة حتكون تجربة رائعة، أود أن نجربها ممكن معا في يوم من الأيام إن شاء الله، ونركب أطول زيبلاين في العالم سيتم تسجيله في مجموعة جينيس بديسمبر. طبعا متوقع أنه سيجذب تقريبا 100,000 زائر سنويا، فإن شاء الله يكونوا من ضمن الزوار. إن شاء الله فاطمة، شكرا لك يا فاطمة. شكرا لك مستمعينا، كانت معنا من الإمارات فاطمة الجمالي الإعلامية. وبعد الفاصل ننتقل إلى محور جديد في مراسلون. بدأناه معكم وعهدناكم على أن نستمر بمزيد من المتعة والعروض الحصرية على قناتي زي ألوان وزي أفلام. زي ألوان هي أول وأكبر قناة مسلسلات عربية هندية في أمريكا، أضخم الإنتاجات مسلسلات حصرية. ومع زي أفلام فأنتم على موعد مع مغامرة جديدة كل يوم لاكتشاف سحر بوليوود. تابعوا حصريا قناتي زي ألوان وزي أفلام الآن في أمريكا على ديش نتورك وسلينج تي في. مراكز IVF ميشيغان للخصوبة وأطفال الأنابيب، الرواد في مجال الطب التناسلي، تعلن عن استقبال مراجعيها في بلومفيلد هيلز ومراكزها المنتشرة في ميشيغان وأوهايو، حيث يتواجد أمهر الأخصائيين لتقديم الاستشارات في جميع مجالات التلقيح الصناعي. يعتبر الدكتور نيكولاس شاما أحد أهم الأخصائيين في الغدد الصماء التناسلية في ولايتي ميشيغان وأوهايو، حيث أجرى أكثر من 10,000 عملية طفل أنبوب وساعد الآلاف من الأزواج على تحقيق حلم الأبوة. يحمل الدكتور شمة شهادة البورد الأمريكي في كل من أمراض النساء والتوليد، أمراض الغدد الصماء التناسلية والعقم، رعاية طبية ممتازة وتفهم عميق للأثر العاطفي والنفسي لحالة العقم. للاستفسار اتصلوا على 248-952-9600. قشات ميديترينيان ماركت بإدارة سهر قشات وأولاده يرحبون بالجالية العربية والكلدانية، جميع أنواع المواد الغذائية، ألبان طازجة، الكرزات والبهارات الطازجة. داخل الأسواق مطعم ميديترينيان شيش كباب يقدم يوميا جميع أنواع الكباب، المقبلات العربية العراقية وصواني الكامبو المميزة. تفتح الأسواق من 8 إلى 9 مساء من الاثنين وحتى السبت، ومن 8 صباحا إلى 9 مساء يوم الأحد. تقع الأسواق على 3239 North Western Highway في مدينة فارمينغتون هيلز. لحوم حلال للجالية الإسلامية، لطلباتكم من المطعم كول 248-538-7855. That is 248-538-7855. قشة ميديترينيان ماركت، خدمة متميزة ومعاملة راقية. تابعوني أنا فاطمة الجمالي في برنامج مراسلون وتقرير جديد من تونس. تابعوني أنا عاطف حسن وتقرير جديد لبرنامج مراسلون من القاهرة. انتظروني أنا رامي الحسين ومراسلون وتقرير جديد كل شهر من هولندا. تابعوني أنا سامر لواء الأمانة في برنامج مراسلون وتقرير جديد من الإمارات.
تابعوني أنا ياسين قالم في برنامج مراسلون وتقرير جديد من الجزائر. تابعوني أنا رفعت عبيد وتقرير جديد لبرنامج مراسلون من نيويورك. تابعوني أنا علاء الدين عرنوس في برنامج مراسلون من الداخل السوري. لا زالت مصر تخوض حربها ضد الإرهاب، فبعد أيام من اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية والذي عقد في مصر، قام فرع تنظيم داعش في مصر والمعروف باسم ولاية سيناء بتدبير هجوم إرهابي بطريق الواحات على عناصر أمنية راح ضحيته العديد من الضباط والمجندين. وكأن تنظيم يرسل رسالة للعالم يؤكد فيها قدرته على استهداف مناطق أخرى رغم ما يتعرض له من هزائم في سوريا والعراق وليبيا والانهيار المحتمل لخلافته المزعومة. تصاعد هجمات الإرهاب الأخيرة في مصر له عدة أسباب، وهذا ما يؤكده اللواء الدكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر. سيادة اللواء، ما هي أسباب تصاعد هجمات الإرهاب الأخيرة؟ يعني بيرجع السبب أو نقول أكثر من سبب، هناك اتجاه عالمي على مستوى العالم لإنهاء حقبة الإرهاب اللي انتشرت في العالم وخاصة في منطقتنا العربية الآن. فالولايات المتحدة بتعلن عن إن خلاص أول سياسة الرئيس الجديد إنه المرحلة دي هيقضي على الإرهاب، وفعلا بدأ أو زي ما احنا شايفين في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وهكذا. هنجد هناك ضغط على قطر، وإن كانت قطر لسه لم تستجيب في عدم تمويلها للإرهاب، ده السبب الإقليمي. السبب المحلي إن هناك ضربات شديدة بدأت توجه ضد الإرهاب من عندنا، وبالتالي نقول كل هذه العوامل معناها إن أي عناصر إرهابية موجودة على أرض مصر المفروض إنها بتنهي هذه المرحلة. إلا يعني لو انتهت مرحلة، لأن المعروف إن هذه العناصر الإرهابية بتعمل طبقا لأجندة أجنبية وليست أجندة داخلية، يعني في تكليفات وفي مهام وفي أهداف خارجية اللي هي ضرب النسيج المصري، إضعاف قوى الدولة سواء كان في مصر أو ليبيا، أو يعني تأخير التنمية وإضعاف هذه الدول خلال المرحلة دي. فهنا إذا بقيت هذه العناصر موجودة هتسبب مشكلة بالنسبة لمن عدوها ومن جندوها، وبالتالي هنجد أن في الفترة الأخيرة هناك عمليات إرهابية بتتم بصورة تكاد تكون مكثفة أكثر، في رأيي أنها تحقق هدفين. الهدف رقم واحد أنه ينزل أي خسائر ممكنة فينا في المصريين سواء كان في الجيش في الشرطة في الشعب. رقم اثنين التخلص من هذه العناصر الإرهابية لكي لا تشكل مشكلة لمن زرعوها ومن أوجدوها بعد انتهاء فترة الإرهاب. ولذلك هذا ما علقت عليه في مقال سابق أن الإرهاب في سيناء ينتحر، ده موجود، ظهر برضو أن الإرهاب في وادي النيل أو في أي مكان تاني كل دلوقتي في هذه الحقبة بينتهي نتيجة إن يعني نقول الدولة اللي مشغلاه أو الجهة اللي مشغلاه بتحاول تتخلص من هذه العناصر من تكلفها بقيام بعمليات إرهابية لكي تتخلص منها بأي شكل من الأشكال. فده السبب إن الإرهاب هنجده في الشهر الأخير ده لوحده في أكتر من عملية تمت في سيناء أو العملية الأخيرة اللي كانت في منطقة الواحات في مصر. حضرتك شايف ان النجاح العمليات اللي بتتم ضد التنظيم او ضد داعش في سوريا في العراق في ليبيا، هل ده فعلا بيحط الامن المصري في خطر؟ مفيش شك، يعني في معلومات بقى ان قطر بتنقل افراد من داعش من تركيا الى ليبيا الى جنوب ليبيا، طبعا لانهم هناك عايزين يتخلصوا منهم فجايبينهم هنا بحيث يستنفذوهم في أي عمليات ضد مصر ضد ليبيا في أي حاجة من دي، للهدفين الاثنين، منها التخلص منهم ومنها
احداث اي خسائر في الجانب المصري، فده متوقع طبعا في ظل الظروف الرخوه اللي هي في ليبيا. فاحنا كل عبء تامين الحدود الليبيه بيقع على عاتق قواتنا فقط، فده ايضا نقول عبء كبير على مصر. ولكن الحمد لله قوات حرس الحدود المصريه، قوات الاستطلاع، القوات الجويه، القيادات الجيوش او اللي هي القيادات التعبويه اللي في الاتجاه الغربي دي قايمه بدورها على خير قيام. لكن المشكله ان الارهاب ما فيش حد بيقدر يمنعه بنسبه 100%، يعني لا امريكا قدرت تمنعه ولا فرنسا ولا روسيا ولا، يعني لابد ان في عمليات كده بتتم، صعب احجام صغيره انما في النهايه بتتم. فاحنا لما عمليه زي دي تتم لا تعتبر يعني ان ايه ان ده عندنا ضعف شديد او ان الارهاب عندنا قوي، لا دي بتبقى عمليات يعني صغيره وبتتم وتنتهي. انما نبص مثلا لدوله زي سوريا، زي ليبيا، زي العراق، زي اليمن، دي فيها معسكرات ثابته للارهابيين وموجودين. احنا لو عندنا معسكرات كده كنا نسفناها مع وش الارض. انما الارهاب عندنا متخفي تماما، لا احد يعلم عنه اي شيء، وده يمكن ده اللي مطول امد المواجهه شويه. ستي لوى، لو اتكلمنا عن ملف الفلسطيني واتمام المصالحه الفلسطينيه، الا تتفق معي ان ده هيقطع الامدادات عن الارهابيين في سيناء، فبالتالي هيضطروا ان هم يدوروا على مصادر جديده للتمويل زي ما حصل مثلا في العريش، تم السطو على بنك ومبالغ ماليه منه يعني تصل الى 10 مليون جنيه. فهل تعتقد ان هم هيلجأوا الى طرق جديده للحصول على تمويل؟ ده حقيقي ان التمويل توقف او قل، وبالتالي بيحاولوا ان هم يحصلوا على مصادر اخرى للتمويل زي ما عملوا في فرع البنك الاهلي في العريش، وممكن يكرروها في اي مكان تاني ان لو استطاعوا هذا يعني. فده مؤشر، وبعدين من المؤشرات اللي احنا برضو ايه ان المصالحه اللي بين حماس وبين فتح اللي مصر متولياها مفيش شك ان زي ما بنقول ايه في تحسب من جانب الارهابيين في سيناء ان خشيه ان حماس تدي المعلومات اللي عندها لمصر، وبالتالي هيتم ايه اصطياد العناصر الارهابيه دي. فبالتالي هم بداوا يتصرفوا بالشكل اللي هو العصبي في تكرار العمليات الارهابيه عمليه ورا عمليه في سيناء. ولكن الحمد لله رب العالمين يعني سببنا فيهم خسائر كبيره يعني. استاذ اللواء دكتور ناصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق والمستشار باكاديميه نصر، كنت معنا من مصر، شكرا جزيلا لك. العفو. وفي نهاية حلقة اليوم مستمعينا من مراسلون، أقدم لكم تحية طيبة من القاهرة، كما أود أن أقدم تحية طيبة لضيوف الأعزاء. من أمريكا دكتور عبد الله قطرنجي الخبير والمحلل السياسي، السعودية علي القاسم الصحفي والمحلل السياسي، وكان معنا من الإمارات الإعلامية فاطمة الجمالي. أما من مصر فكان معنا اللواء الدكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بأكاديمية نصر. منظمة رحمة للإغاثة تعمل بجد وتفان بهدف خدمة الإنسانية، خصوصا في المناطق المنكوبة بسبب الأوضاع في سوريا، وتعمل أيضا في دول الجوار التي تستقبل اللاجئين السوريين وتقدم خدماتها الإنسانية للجميع دون أي تمييز. للتواصل مع المنظمة الهاتف رقم 248-990-4247 أو الموقع الإلكتروني rahmarelief.org. أسواق زمزم الواقع على 24065 أورشد لك في مدينة فاركمينغتون هيلز ترحب بالجالية العربية والكلدانية. تنزيلات كبيرة على عموم المواد الغذائية في يوم الأربعاء من كل أسبوع. لا تنسوا
فريش كاري أوت، جميع أنواع المعجنات وأيضا صواني الكامبو المشكلة والصمون الحار، لحوم حلال الجالية العربية والإسلامية الملحمة بإدارة قصاب الجالية المعروف سلوان جربوع. زوروهم على 24065 أورشيد ليك في مدينة فارمينغتون هيلز، أو اتصلوا بهم على 248-476-0300. أسواق زمزم للمذاق عنوان، لجميع طلباتكم اتصلوا على 248-476-0300. أسواق زمزم للمعاملة الراقية وكرم الضيافة عنوان. حكي معونها فهم في العين وافهم كمان في ومن بمثل خبرة الدكتور عماد نقاش أستاذ الطب وجراحة العيون في جامعة وين، خبرة طويلة في التعامل مع أمراض العيون وجراحتها، عمليات تعديل وتصفية النظر، إزالة الماء الأبيض والأسود الجلوكوما وتصحيح النظر من أثار مرض السكر، كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم، شعبة متخصصة للنظارات الطبية والهدسة اللاصقة، يقبلون معظم أنواع التأمين الصحي. زورهم في عيادتهم الواقعة على جنار وناين مايل في مدينة هيزل بارك. للمواعيد اتصلوا على 248-336-3937 248-336-3937، أو عيادتهم في راجستر هولس. للمعلومات اتصلوا على 248-299-3937 248-299-3937. عندي سؤال يا جدي شاغلني ومحيرني، شو يلي بيخلي زياد عقل انسان يا قلبي؟ زياد شركة قصتها عيلة عريقة بترويها، منتجات أصلية جودتها بتشهد إلها، إلها وكبرت معنا كل بيوت تلاقيها، العيلة وجيراني وأهلي ما بدوروا إلا عليها، لأنه زياد يا جدي بتجيب المنتج بلدي بلدي، وبتخليني أتذكر أصالة وعراقة بلدي. أجود المنتجات الغذائية من عائلتنا إلى عائلتكم. شكرا لكم مستمعينا، وكنت معكم مروى مقبول. مراسلون، برنامج إخباري استقصائي وتحليلي، نتناول فيه قضايا تهمكم على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي من عدة عواصم حول العالم، بأصواتكم أنتم وآرائكم. انتظروني أنا مروى مقبول في مراسلون. مراسلون، الخبر منكم وإليكم.